الكثير من المعلومات، القليل من وجهات النظر. مساء الورد والفل والجمال على كل مشاهدينا في كل مكان في الوطن العربي الكبير، واهلا وسهلا بحضراتكم في حلقه جديده وسهره جديده من هاتريك على اون تايم سبورتس. كالعاده فقره اولى باخبارنا السريعه، فقره ثانيه عن كلاسيكو الارض ريال برشلونه، كلاسيكو نوعا ما في انجلترا، ارسنال مع ليفربول والتعادل 2-2 بين الفريقين. ثم فقره ثالثه هتكون خاصه بالجديد في الدوريات العربيه، نظره بشكل او باخر موجهة نحو العين الإماراتي قبل الوصول إلى القاهرة، وهو سيصل بعد ساعات من الآن مع آخر الأخبار الموجودة على مستوى الوطن العربي. نورنا ويشرفنا أحمد عطا أولا، ثم دكتور عادل سعد مع نقدنا الرياضي محمد حافظ في الجزء الثالث والأخير. طيب، ثلاث مواضيع أساسية ورئيسية نتكلم عنها النهاردة، واحدة خاصة بالأهلي والتانية خاصة بنادي الزمالك، والتالتة هيكون لها علاقة بعض الشيء بنادي العين الإماراتي. وتعالوا نبدأ الحكاية من الأول. بعد مباراة المئوية الشهيرة الأهلي مع ريال مدريد، الاحتفالات بلقب نادي القرن وما إلى ذلك، وصل إلى النادي الأهلي خطاب من ريال مدريد كان شهيرا جدا في وقتها، وتم عرضه على السوشيال ميديا بعدما ظهرت السوشيال ميديا. كان هذا الخطاب عنوانه أن ريال مدريد سعيد بمواجهة الأهلي، يثمن العلاقة ما بين الناديين. وكان في فقرة في آخر هذا الخطاب بتقول أن ريال مدريد يتمنى أن يتم تكرار هذه الخطوة مستقبلا باستقبال الأهلي في مدريد للعب واحدة من المباريات الودية. وبعد هذا الخطاب بدأ التعاون بين الأهلي وبين ريال مدريد على المستوى الإداري، بعدما كان لبعض الكوادر الحظ في الذهاب وقضاء بعض الأيام للدراسة واستكشاف كل الحاجات الإيجابية اللي بتحصل في ريال مدريد على الصعيد الإداري. كان الكابتن محمد فضل واحد من الناس اللي سافرت وعاشت هذه التجربة مع النادي الأهلي. وبعد كده كانت هناك محاولات عديدة من أجل أن تقام المباراة بين ريال مدريد مع الأهلي في إسبانيا بشكل ودي. كان العائق رقم واحد هنا أنه الدوري زي ما أنت شايف، أنه مفيش أي وقت يسمح سواء في الصيف أو في الشتاء أنه ريال مدريد يستقبل الأهلي في وقت مناسب. كويس. الحاجة التانية، عرض الأمر في مسألة مباريات ناشئين بشكل أو بآخر، لكن نفس الموضوع، عندك دوريات بمواعيد معينة. الكلام ده كان من سنتين، موضوع دوري الناشئين ده، وكان تم الإعلان من قبل الأهلي أنه مواعيد الدوري هي اللي عاملة مشاكل على مسألة أنه يكون في دورة ودية فيها بعض الأندية الأوروبية ويكون الأهلي مشارك فيها. يعني النهاردة قد يكون أخيرا لهذا الموضوع، سواء لريال مدريد بشكل خاص أو لمعسكر قوي يسمح أن الأهلي يلعب مبارتين ثلاثة وديتين على أعلى مستوى، مستوى فني ومستوى تسويقي في وقت معين من السنة. أصبح هناك الآن تغيير في هذا النسق. أولا، بعد قرار أو القيام الشركة الألمانية بإعلان موعد الدوري، هناك 10 أيام فاصل ما بين آخر جولة السنة دي وأول جولة السنة الجاية 10/1 أو 10 يناير. وبالتالي أول اجتماع خاص بين شركة الكورة بالنادي الأهلي مع مجلس إدارة النادي النهاردة الصبح كان بيتم مناقشة فيه أنه هذه الفترة 7 أيام أو 10 أيام يجب أن يتخللهم معسكر محترم موجود في مباراتين وديتين، ممكن موضوع ريال مدريد ممكن غيره، لكن وجود معسكر بان جماعة الفايدة البدنية الكبيرة اللي بتكون موجودة من المعسكرات. والأهلي لحد النهاردة الموسم اللي فات لو انتوا فاكرين معاد السوبر الأفريقي، المنتخب عطل هذا الأمر وبعض اللعيبة اتخذت من الأهلي على المنتخب وكانت دوشة كبيرة جدا. والحاجة التانية انه مع بداية هذا الموسم خدت أسبوع مثلا أو أسبوع وشوية، وبعد كده برضو كان في ارتباطات خاصة باللعيبة. وبالتالي من حيث التسويق والفلوس نقطة مهمة جدا، من حيث الاستعداد نقطة مهمة جدا، وقد يكون هذا الأمر في هذا التوقيت هو شيء إيجابي إلى حد كبير جدا. وإذا كانت دي هتكون واحدة من أهم وظائف شركة الكورة، فالتحرك في هذا الإطار ممكن تبقى هي الخطوة الجديدة القادمة بالنسبة للنادي الأهلي. ده الموضوع الأول. موقف المصابين امبارح اتكلمنا عنه في النادي الأهلي قبل مواجهة العين الإماراتي، والنهاردة بتوضح الرؤية أكتر وأكتر. بمعنى كان الكلام عن يوسف أيمن، كان الكلام عن ياسر إبراهيم، كان الكلام عن أشرف داري، وقلنا أنه في 2 من الـ3 ما عندهمش مشاكل أن هم يبدأوا، لكن تتغير الأمور النهاردة. اشمعنى؟ كإجراء احترازي بعيدا عن أي شيء،
مش هيكون يوسف ايمن موجود كاجراء احترازي بعيدا عن اي شيء. الحاجه الثانيه، ياسر ابراهيم زي ما قلنا امبارح مفيش اي مشاكل من اي نوع، ياسر ابراهيم موجود مع الاهلي. رقم ثلاثه، وهو اشرف داري وحواليه كان السبوت الكبير، لانه اشرف داري نجم، نجم مغربي عربي، راجل لعب بطولات كبيره، محترف في اوروبا، كل الجمهور مستنيه. الحقيقه انه اشرف داري مقدر جدا عند النادي الاهلي، وهو نفسه مقدر قيمه انه في اوقات صعبه كانت موجوده عند الاهلي في مباراتي كاس السوبر، الراجل كان غير موجود، مش بمزاجه طبعا لكن بحكم الاصابه. ففي الوقت الحالي اشرف داري يسعى جاهدا الى انه يثبت لكل الناس داخل مجلس الاداره، ويثبت لكل الجمهور انه انا اتصبر عليا كتير، لكن جاي علشان اثبت قدام كل الناس ان انا جاي اعوض غياب محمد عبد المنعم، بل ودي قوه دفعه كبيره لخط دفاع النادي الاهلي. بنقول الكلام ده ليه؟ لانه اشرف داري النهارده كان حاضرا في تدريبات الاهلي الجمعيه، والحضور جاء بعد شفائه التام من الاصابه. الاصابه كانت تحديدا الام في الانكل، ده اللي كان موجود عند اشرف. والميزه الموجوده دلوقتي في الجهاز الطبي وفي الاستشارات الفنيه المصحوبه براي كولر، ان كولر بقى بيسيب اللعيب لحد الاخر خالص لغايه ما تكون متاكد 100% ان الموضوع تمام، قضي الامر، انتهى يعني. فاشرف داري شارك اليوم في التدريبات الجماعيه الموجوده، وعنده الفرصه ان يكون في قائمه المباراه. اي نعم مش هيكون بادئ في التشكيل الاساسي، لكن النهارده فرصه اقوى من امبارح فانه يكون موجود في القائمه الخاصه بالمباراه. اشرف داري من ناحيه تانية عارف انه المكان في صفوف المنتخب المغربي دائما بيكون محفوف بالمخاطر. الثقه الموجوده دايما فيه على وضعك من الناحيه الفنيه، لكن في النهايه عنده الرغبه انه يرجع سواء على الصعيد المغربي اعلاميا، على صعيد الاهلي اعلاميا وفنيا وبدنيا، وقدره اكبر على التاثير ان يكون متواجد مع الاهلي في قادم المواعيد. دي الحاجه الثانيه. تعالوا بقى نروح لنقطه ثالثه ليها علاقه بنادي العين. نادي العين الاماراتي بعد ساعات من دلوقتي يكون موجود في القاهره. ونادي العين كان لازم النهارده نفتح شويه حوالين اللي بيحصل في نادي العين، وبكره ان شاء الله يكون عندنا حلقه تحليليه شامله في ليله المباراه لما قبل مواجهه الاهلي مع العين الاماراتي. لا يحظى العين بافضل فتراته على الاطلاق سواء على الصعيد الاسيوي او على الصعيد المحلي. الفرقه اللي فازت على الهلال وكانت هي الفرقه الوحيده اللي اطاحت بالهلال الموسم الماضي، الحال غير الحال تماما. اشمعنى؟ الفريق عنده مشاكل دفاعيه كتير جدا 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 على مستوى كل الفرق اللي بتقابلها. يعني مش خط دفاعك ضعيف قدام الفرق الكبيره والصغير بتكسبه، لا انت عندك مشاكل واضحه. لكن هنا في عنوان مهم لازم يتقال يا جماعه، على النادي الاهلي تسجيل اكبر قدر ممكن من الاهداف في هذه المباراه، لانه في سفيان رحيمي، وسفيان رحيمي جايين له بعد شويه ما يقدر على القدره الا القادر. ليه الاهلي مرشح انه يسجل في مرمى العين؟ ده اللي احنا هنشوفه مع بعض، لانه تبدو الامور، مش هقول سهله، مفيش حاجه سهله في الكوره، لكن تبدو الامور قياسا بفرق الامكانيات والكواليتي الموجود ما بين قوه الاهلي هجوما وضعف العين دفاعا، مؤهله جدا ان ده يحصل. وتعالوا نبص اولا على اللي حصل ما بين العين والهلال السعودي، دوري ابطال اسيا باسمه الجديد، هو دوري النخبه الاسيويه، وتعالوا نشوف بعض اللقطات اللي ليها علاقه بهذا الامر. نادي العين كان عنده قدام الهلال السعودي، مش عايز اقول استسهال او رعونه، لكن هقول انه ما كانش فيه حضور ذهني من اللعيبه. كره في نص الملعب الدقيقه 25 وانت 0-0، فجاه الثلاث لعيبه بتوع الارتكاز رايحين يضغطوا على حامل الكوره، سايبين ثلاثه من لعيبه الهلال في ظهرهم. فكانت النتيجه انه باص واحد اتضرب بيه الثلاث لعيبه، ثم الكوره اتلعبت ناحيه الشمال، الراجل الباك الشمال بتاع الهلال جاي من مسافه بعيده جدا 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 عشان يروح ويكمل ويطير يستلم الكوره بعد كده، ثم هدف الهلال الاول في المباراه. كويس. الجون الثاني نفس المساله تقريبا، من رعونه شديده جدا في التعامل مع المواقف العاديه، اللي هو ايه؟ الكره قدامك هنا على الشاشه 2 على 2 ناحيه اليمين جوه منطقه الجزاء، خمس لعيبه من العين الاماراتي على ثلاث لعيبه من الهلال، هل دي وضعيه سيئه في الوقوف؟ لا. لكن اللي حصل ايه؟ انه الثلاثه اللي في العمق عينهم على الكوره،
الاثنين اللي على الطرف اللي مع الاثنين لعيبه بتوع الهلال بدون ضغط تقريبا، فالصوره اللي بعدها الكوره اتلعبت بالعرض داخل منطقه الجزاء، الرجل رقم 22 سافيتش لوحده، اللي قبله مش معاه واللي وراه مش لاحقه، فبمنتهى السهوله سجل هدف اللقاء الثاني. هدف اللقاء الثالث ده عند كريسبو 100%، لان مفيش فرقه بتقف كده وسايبه منطقه الجزاء وما حولها بدون اي لعيب يذكر. فالكورنر بيتلعب من العين الاماراتي، بيترد بسهوله من دفاع الهلال، عشان تيجي الهجمه المرتده بهذا الشكل انت رايح تقريبا 1 2 3 4 5 6 لعيبه من الهلال وراهم 4 من العين بيحاولوا في سبرنت، واثنين مراقبين اثنين، فباس واحد بيتضرب بيه برضه دفاع العين علشان يسجل الهلال هدفه الثالث في المباراه. وبالتالي ضعف كبير موجود عند نادي العين على الصعيد الدفاعي ظهر قدام الهلال، وبالمناسبه حتى مباراتهم قدام اوكلاند اللي هو الفريق الضعيف نفس المشاكل موجوده. وبالتالي قوه الاهلي الهجوميه تساهم كثيرا الى انه تقدر تتفوق بالمرتدات باللعب المنظم، لان العين ضرب من كل الاماكن تقريبا. بعد شويه نتكلم عن سفيان رحيمي، لكن انا معايا على التليفون واحد من اهم النجوم التاريخيه الحقيقه في تاريخ نادي العين وفي تاريخ الامارات بشكل عام. هو واحد من القاده الكبار جدا جدا الذي كان حاضرا ككابتن لنادي العين في كاس العالم للانديه 2018، كان وصيف بوجود نجمنا المصري حسين الشحات، هو وصيف افضل لاعب في اسيا 2014، وهو الكابتن اسماعيل احمد اللي منورنا ومشرفنا للمره الاولى على شاشه اون تايم سبورتس. مساء الخير يا كابتن، ومنورنا ومشرفنا على اون تايم سبورتس. السلام عليكم خير محمد محمود. اهلا بك، اشكرك على الاستضافه هذه، رغم ان كان ودنا نكون موجودين وياكم، وشكرا على الاستضافه هذه، وهذه بالنسبه لي شرف كبير انكم متواجدين اليوم وتعطونا هذه الفرصه عشان نتكلم على فريقين كبيرين كبار في الصعيد الافريقي والصعيد الاسيوي. صحيح. واشكرك على قناه الاون تايم على الاستضافه الكبيره هذه سبورت 2، وان شاء الله دائما نشوف ان شاء الله متعه في المباراه ان شاء الله. ان شاء الله تنور في اي وقت، والدعوه مفتوحه ليك في اي وقت، تنورنا وتشرفنا في القاهره في اي وقت يكون مناسب لحضرتك. يعني اولا شكرا اخويا. كنت بتكلم من شويه عن موسم العين اللي يبدو مختلف بعض الشيء عن الموسم الماضي يعني، وكانت الملحوظه الاولى حوالين خط دفاع الفريق، فرايك الشخصي فيما يحدث بالنسبه لخط دفاع العين في الوقت الحالي، وهل ترى في وجهه نظرك ان هذه المباراه هي مصيريه بالنسبه لهيرنان كريسبو كمدرب، ولا اداره العين مش هتقيس الموضوع بالقطعه؟ اول شيء اخي محمود تعرف نادي بالنسبه لنادي العين اكيد كان عليه ضغوطات من سنه طافت، كان اجهاد للاعبين، بس هذا ما نخليه يكون عذر بالنسبه لنا، لا بالعكس، انت يوم تكون لاعب في نادي كبير اكيد لازم يكون عليك عبء، ومن الجمهور من المنتقدين هذا شيء طبيعي. واكيد مثل ما نعرف ان نادي العين يعني نفس ما اقول العين عليه في الدوري المحلي ولا في القاره الاسيويه، والحمد لله احنا دائما ممكن نادي العين ممكن في سنه ممكن ما ظهر بالصوره اللي متوقعينها الجمهور ولا الفرق الثانيه. احنا نقول ان المباراه مع الهلال السعودي اكيد مباراه كانت قويه، ونعرف ان الفريق الهلال السعودي اكيد فريق قوي على مستوى اسيا وحتى مستوى العربي، وان شاء الله احنا المباراه هذه مع الاهلي ان شاء الله نكون فيها نقدم فيها مستوى، واكيد المدرب عنده اشياء عشان يصلح فيها اغلاط. بالنسبه للدفاع احنا دائما نقول دائما الدفاع يتحمل مسؤوليه كبيره، دائما يكون عليه عبء كبير، لازم نكون عارفين ان المنظومه الدفاعيه تكون كفريق واحد. لان اليوم اذا مش موجود الدفاع من الهجوم اكيد بتكون صعبه على اللعيبه النص وعلى المدافعين، فاكيد اللاعبين لازم يكون عندهم تركيز يعني 90 دقيقه، لان انت لاعب محترف اليوم لازم تكون جاهز 100%، وتعرف في ثواني بتكون غلطه بيجي على تتخذ هدف. بس ان شاء الله باذن الله اكيد المدرب عارف مسؤوليه المباراه، لان المباراه مش سهله، وما شاء الله في ملعب القاهره صح؟ هل في القاهره طبعا، بس هل هي مصيريه في هل هي مباراه مصيريه بالنسبه لاستمرار كريسبو من عدمه، ولا لا الموضوع مش كده؟ والله شوف بالنسبه احنا ما نقول هاي مباراه مصيريه بالنسبه له، يعني لان تعرف كمدرب يفوز يخسر على حسب قرارات الاداره، واكيد عندهم قرارات واكيد عندهم مشاكل، بس اكيد حتى الضغوطات تكون على اللاعبين، لان هذه كره القدم لازم نتحمل فيها كل شيء. بالنسبه للمباراه بالنسبه لبكره مصيريه للمدرب؟ لا، هي مصيريه للكل. الجمهور عيناوي،
الأمة العيناوية ولا الشعب الإماراتي، لأنه هو الحين ممثل البلد، وإن شاء الله إن شاء الله يكون قدر إن شاء الله. طيب بالنسبة للنادي الأهلي شفته في السوبر في الإمارات وتابعته على مدار الموسم اللي فات، يعني تقييمك للأهلي مع بداية الموسم في الوقت الحالي، كيف تراه كعيناوي لأحد أساطير النادي، كيف ترى مستوى الأهلي في الوقت الحالي من الناحية الفنية؟ اكيد بالنسبه كحاله فنيه اكيد عنده يعني يمتلكون لاعبين جيدين على مستوى عالي، اغلبيتهم لاعبين المنتخب وحتى اللاعبين المحليين، بس اغلبيتهم لاعبه المنتخب. هذا الشيء ما بيشكل عبء على اللاعبين، لانها مباراه بالنسبه لمرات تكون مباراه للمدرب، بس لازم اللاعبين يكون عندهم دور كبير في ارضيه الملعب، لانك بتقابل انت احسن فريق في القاره العربيه القاره بشكل عام قدام كم متفرج ما شاء الله، وتكون مباراه بتكون عندك ضغوطات. هنا المفروض انك تدخل بأريحية، تدخل انك تستمتع في المباراه. يعني الواحد هنا المصير الكل ام عيناويه وكل اماراتي مشجع للعين ان شاء الله. طيب الاهلي بالنسبه لك، يعني لو سالتك عن مفتاح الخطوره الاول او الخطر الاول على العين، هل هتختار صديقك حسين الشحات ولا هتروح لحد ثاني؟ لا اكيد، شوف انا بالنسبه لي دائما الفرق الكبيره ما تعتمد على لاعب واحد كفريق الاهلي، لان عنده لاعبين يعني عندهم لاعبين اخرين يمتلكون مهارات جيده. يعني ما اتوقع ان المدرب ولا الفريق يعتمدوا على لاعب واحد بشكل يعني بشكل، لان هذه كره قدم 11، يعني ما يصير نعتمد على لاعب واحد. والشغل كمنظومه دفاعيه هنا يبين شكل فريق تنظيميا دفاعيا وهجوميا، وحتى في الترانزيشن هنا يكون شخصيه الفريق، لان الفريق يوم يكون لاعب احداث الفريق اليوم انك مهاجم ولا مدافع، لان الهجوم يبدا من الدفاع والدفاع يبدا من الهجوم. يعني ان شاء الله بنشوف مباراه ان شاء الله قويه ان شاء الله، واكيد يعني ممكن الاهلاويه بيزعلون مني، لان اكيد اتمنى للعين ان شاء الله. ده حقك الطبيعي طبعا. زميلت حسين الشحات في العين في فتره كانت ذهبيه للنادي، مباراه ريال مدريد ما تزال محفوظه في الذاكره لكل العينويين وحتى لجمهور حسين الشحات نفسه كمان، لانه كان متالق جدا في الفتره دي. كيف كانت العلاقه بينك وبين حسين الشحات، وكيف كان حسين الشحات في العين في هذه الفتره اللي تعد واحده من افضل فتراته على الاطلاق؟ اكيد حسين الشحات اكيد لاعب مميز، حتى يوم انتقل لنادي العين ضاف شيء كثير للنادي، وحتى كاسمه، لان شارك معنا في البطولات وحققنا انجازات يعني كبيره على المستوى العالمي، لان وصلنا كاس العالم للانديه النهائي، ومن اللعيبه يعني من اللعيبه المفضلين كاخلاق احترام، يعني حتى الروح اللي عنده داخل الملعب هذا الشيء قليل وين تحصل هاي النوعيه من اللاعبين. وحسين شحات بيكون اخونا دائما، بس اتمنى ان شاء الله انه ما يكون عليه ضغط هو اكثر، لانه بيلعب مع فريقه السابق، ونتمنى ان شاء الله نشوفه باحسن مستوى، وان شاء الله نشوفه. لسه على تواصل يا كابتن معاه؟ والله مرات يعني في الانستغرام اذا في شيء وهذا، بس مرات دائما نشكره على دائما يوم يكون دائما العين، وهذا يزور لعيبه ويسال، وهذا شيء طيب منه، وعلى اخلاق تبين على اخلاقه. وحسين شحات بيتم في قلوب العينويه دائما. دايما يا رب التواصل يكون على خير بينكم. بشكرك شكرا جزيلا كابتن اسماعيل احمد، واحد من اهم نجوم الكره الاماراتيه ونادي العين الاماراتي، وزي ما قلنا ساعات ووصل العين باذن الله الى القاهره، والمباراه طبعا في يوم الثلاثاء القادم على شاشه اون تايم سبورتس. سفيان رحيمي، وما يقدر على القدره غير ربنا، لكن في النهايه في بعض الامور اللي لازم نكون متفقين عليها. قلت من شويه انه الاهلي مطالب بالتسجيل في مرمى العين الاماراتي مره واثنين وثلاثه واربعه، لان في سفيان رحيمي واحد من افضل المهاجمين على مستوى الوطن العربي، وقد يكون واحد من افضل المهاجمين على الصعيد الافريقي، وواحد كان يجب ان يكون مرشح اول كمان لجائزه افضل لعيب في افريقيا بصراحه. يعني ليه بقول الكلام ده؟ لانه الفكره مش مباراه او اثنين او ثلاثه يا جماعه. سفيان رحيمي دخل نادي العين وكان لاباكوجو موجود هداف الفرقه وارقام خزعبليه. لما لاباكوجو اتصاب سفيان رحيمي تحول من مركز الجناح لمركز المهاجم. الموسم اللي فات كان واحد من اهم اسباب فوز العين بدوري ابطال اسيا، فالسنه دي خيسوس المدير الفني للهلال هو بيلعب العين السنه دي في اسيا بعد ما شاف سفيان رحيمي السنه اللي فاتت، فهو جاي وعامل حسابه. لكن شاهد ماذا حدث، رغم الهلال ورغم الاخطاء الدفاعيه اللي شرحناها من شويه، شوف سفيان رحيمي كيف يسجل الاهداف. المساله مبنيه على الفرديه بعيدا عن ان انت معاك مين
ومين الدفاع اللي عندك ومين المنافس اللي قدامك. تعالوا نبص مع بعض. في الهلال سجل سفيان رحيمي ثلاثيه. بدات منين؟ بدات من هنا في الدقيقه 38 1-0. سفيان رحيمي هنا اوفسايد وهو عارف انه اوفسايد، واللي معاه الكوره عارف انه اوفسايد. الصوره اللي بعدها رجع خطوه، رجع الثانيه، الكره ناحيه الشمال، في ظرف ثانيه واحده سحب نفسه خطوه لورا خطوه لقدام بحيث ما يبقاش اوفسايد. 1-1 كويس. اللي بعده لعيبه اوفسايد، هتلعبه ازاي؟ الثانيه الكوره هتتلعب لسفيان رحيمي، الوقفه بتاعت مدافعين الهلال وقفه ممتازه جدا، ثم هو موجود على الوينج الشمال زي ما احنا شايفين. استلم رحيمي رايح معاه ثلاثه، يعني هو اول ما استلم في ثلاثه قرروا ان هم رايحين معاه. انت واقف هنا زاويه التصويب فين؟ يعني قبل ما نروح للصوره اللي بعدها، انت هنا زاويه التصويب بتاعتك فين؟ السوكه اللي هناك اقصى الزاويه اليسرى لحارس المرمى فوق. ايه اللي حصل؟ يحط سفيان رحيمي الكوره في الضيقه على يمين حارس مرمى نادي الهلال ويسجل الهدف الثالث. اللي بعدها دي بقى دي اللي غيرت الشكل. اشمعنى؟ الكره اصلا مش معاك والنتيجه 5-3 في الدقيقه 93. سفيان رحيمي ضغط على اللعيبه اللي معاها الكوره ثلاث مرات لحد ما قطع الكوره. مره في الثانيه في الثالثه لغايه ما قدر ياخد الكوره ويبدا هو سباق السرعه ويروح لغايه ال 18 في الدقيقه 93 بسبق سرعه. مين بقى اللي في الملعب؟ ماهيش فارقه. ماهيش فارقه. لغايه ما في النهايه زي ما قدامك على الشاشه يدخل جوه منطقه الجزاء، يتم محاوله الضغط عليه بشكل او باخر، ويقدر سفيان رحيمي في النهايه انه يترجم هدف اخر لمصلحه نادي العين الاماراتي. راجل بيعرف ياخد ضربات الجزاء كويس جدا، اللي فاتت دي الزقه تدي لك الايحاء. فراجل قوي جدا، وبالتالي هنا الاهلي في الدفاع المساحات شبح. اي مساحه هتتساب له شبح لهذا الرجل. والحاجه الثانيه الاهم من ان انت اوعى تسيب له المساحه هو ان انت لازم تسجل كتير، اوعى تلعب على ان انت دفاعيا هتكون قوي وهتمنع العين من التسجيل. لانه الراجل ده من اللقطات دي فرديا هو بيتصرف، حتى لو الفرقه وحشه اوفسايد يعرف يرجع يجيب جون. الكره مش معاك يعرف يضغط ويعمل لك قلق في كل المواقف مزعج. فالرهان هنا الاول على ان انت لازم تسجل جون واثنين وثلاثه واربعه وخمسه لو قدرت انك تعمل ده، لان قوه سفيان على الصعيد الفردي لا تقارن. طيب سريعا اخبار نادي الزمالك. اولا حمزه المسلوسي، والتفوق موجود على تجديد عقد حمزه المسلوسي مع نادي الزمالك. كان الاشتراط الوحيد انه تجديد العقد يكون بما يستحقه حمزه المسلوسي في الوقت الحالي. ده من جانب مسيري اعمال حمزه المسلوسي، يعني في التواصل مع الزمالك، الجهاز الفني، الاداره، الكل مقتنع انه حمزه اضافه كبيره بالنسبه لنادي الزمالك، واستمراره حتى 32 سنه ما فيش اي مشكله من اي نوع، لسه السن يتاح عقد جديد والموافقه فقط بشرط وحيد وهو تعديل العقد. دي اول حاجه لحمزه 32 سنه. طيب الحاجة الثانية، هناك نية لتفعيل عقد شراء محمود بن تايك. الراجل استحق بدون نقاش، يعني ما خدش وقت عشان يثبت نفسه. لقاء السوبر كان حاسمها محمود بن تايك، حتى لقاء السوبر الثاني اللي الزمالك اتغلب فيه برضه بن تايك كان على الصعيد الفردي بيأدي بشكل جيد جدا. فمن الآن بدأ مجلس الإدارة في محاولة تفعيل شراء عقد بن تايك الذي يعد بالنسبة للزمالك في الوقت الحالي مكسب كبير، بيدي أوبشن زي ما قلت أول امبارح أو امبارح إنه فتوح يقدر يروح ويكون موجود رقم 8 موجود مع النادي في نص الملعب. فبدأ في الوقت الحالي إنه يتم موضوع تفعيل التعاقد. كان في خبر انتشر في الفترة اللي فاتت على إنه الزمالك كان خايف على إنه جوميز يروح يجي له عقد بره، فتم التواصل مع كوبر اللي أبدى موافقة على إنه يكون موجود مع الزمالك، لكن تم نفي هذا الأمر كليا. لا جوميز ماشي ولا أي حاجة كانت بتحصل من القصة دي بشكل رسمي. ما طرح قبل السوبرين اللي فاتوا يعني زمان قوي انه لو جوميز مش هيستمر الموسم الجاي لازم يكون في اختيار على الترابيزه. فكان الاختيار هنا كوبر، لكن لم يطرح ان جوميز دلوقتي ممكن يمشي. الكلام ده كان من فتره طويله يعني، وتم نفي هذا الخبر جمله وتفصيلا. طيب هنطلع لفاصل، بعد الفاصل استقبل صديقي العزيز احمد عطا، هنتكلم على الكلاسيكو ونتكلم على ارسنال ليفربول، فخليكم معانا بعد الفاصل على اون تايم سبورتس.